رافع عبد السلام الوعازة بمديرية الأوقاف، أهلا بيكي معانا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة إسراء. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة وكل مصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي بخير وصحة وسعادة وسلامة إن شاء الله. أعمل إيه لو جه عليا رمضان وما قضيتش السنة اللي فاتت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة، جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأنه بقمعها تصبح النفوس مطمئنة. وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده متوقف على هو ليه أنا ما قضيتش السنة اللي فاتت. إذا ما قضيتش السنة اللي فاتت بدون عذر، لا أنا عليا كده فدية وعليا قضاء. لكن لو في عذر وزي ما ذكرنا، يعني خلينا نقول رجل مريض كويس وجي عليه رمضان اللي بعديه وكان شوفي بعد المرض ده، لا هو كده لا عليه فدية وعليه إطعام. قلنا المرأة إذا كانت حامل بقى وجت بقت مرضع في السنة اللي بعدها بقى عندها عذر، والله لا أقولها مخرج إنها في عدة من أيام أخر، مش شرط تبقى قبل رمضان اللي بعديه، فقالوا لا عليها القضاء وليس عليها الفدية. ولكن العلماء قالوا إن إذا جه عليها رمضان الثاني وما كانش فيه عذر فعليها الفدية وعليها القضاء. الفدية بتكون بشكل إيه؟ الفدية بتكون قالوا انت عارفة زكاة الفطر بتبقى صاع من شعير او صاع، هي ربع الصاع دي. احنا شوفي احنا بنطعم مسكين بما يوازي ربع الصاع ده، ولكن يعني ايه انا لو في مقدوري اني انا اطعم مثلا انا بتغدى او بفطر بمقدار كذا، بطعم من الفقير من المقدار اللي انا بفطر منه ان شاء الله باذن الله. عشان نحسبها دلوقتي في ناس بيقول لك انا ما بعرفش احسب صاع الشعير كام صاع كذا كام، احنا بنشوف حتى الإفتة بتحدد لنا احنا بندفع قد ايه زكاه الفطر عن الفرد الواحد، فهو الربع. لكن انا شوفي انا باكل بقد ايه وباكل من اللي انا باكل منه، كل واحد على حسب مقدرته ان شاء الله.